ما فيش حياة إلا عند غيرك، تعيش في خيره ويعيش في خيرك، مش باقي منا غير المودة. يقول الشاعر المصري فؤاد حداد فيختصر كل شيء. ففي البدء لم يكن هناك أنتم، ولا عرفت اللغاتهم، كان الموجود كله هو نحن. فالأسطورة تقول إن البشر كلهم كانوا بلغة واحدة ولسان واحد، وأرادوا تشييد مدينة تجمعهم كلهم، ولكن مع مرور الوقت تفرقوا وعرفوا للمرة الأولى كلمتي أنتم وهم، ونسوا أنها في النهاية لا تعني غير نحن. مع الوقت عرف البشر الاختلاف في الدين، في اللغة، واللون، والطبيعة، والصفات، والعادات. تكونوا في جماعات وقبائل، ثم ازداد تنظيمهم وتراكمت معارفهم وعاداتهم، فكانت الدول والبلدان. وفي رحلتهم التطورية الطويلة عرفوا في لغاتهم العنصرية والطبقية والأقلية وغيرها من الكلمات التي تعبر عن مفهوم الآخر. وفي كل هذا نسوا الحقيقة البسيطة عن أن الآخر في البدء كان نحن. ونحن في هذه الليلة وفي احتفالية دي دي اكس في نسختها الثالثة التي يمكنكم مشاهدتها من خلال موقع مناظرة وشركاؤنا الإعلاميين موقع عنب بلدي بسوريا وموقع التحرير نيوز بمصر وقناة فيرست تي في بتونس، نحاول تذكير أنفسنا وتذكيركم بهذا الآخر وهؤلاء الهم، أن نفكر من موقعه ومن مكانه ونعيد على المسامع كل الحقوق البديهية التي ينساها العالم، فنبدأ وننتهي مع شعار من حق غيري أن. وبعد عام كامل من الأحاديث والنقاشات والمناظرات والرأي والرأي الآخر ضمن مبادرة مناظرة، يأتي الموعد السنوي مع احتفالية دي دي اكس 3 والأصوات المختلفة التي تتحدث عن قضية واحدة كانت حاضرة طوال العام.